كما معلوم طقوس الديربي تبقى مختلفة عن باقي المباريات، ما كتهمش الترتيب ولا ما كتهمش النتيجة ولا قوة الفريقين يعني بحجم أنه ما يهم هو أن كتكون ندية كيكون تشويق. ما نقولش أنني يعني كيصعب تكهن نتيجة المباراة، ولكن حاليا اتحاد طنجة هو الأفضل وأرجح الكفة إلى صالح اتحاد طنجة على مستوى النتيجة. بالنسبة للمقابلة ديال المغرب التطواني واتحاد طنجة، كنشوف باللي أن المقابلة تكون ماشي سهلة. الفريق ديال اتحاد طنجة كيوجد وكيستعد بأتم الاستعداد باش يكون في هذه المقابلة هو الفائز الأول، وكذلك المغرب التطواني كيستعد كذلك. ما نساوش ان الجمهور اذا كان حاضر يلعب دور كبير في النتيجه ديال المقابله. النتيجه تكون ان شاء الله فوز ديال اتحاد طنجه بجوج لواحد. بالنسبه للتوقعات ديالي للمباراه نهار السبت ان شاء الله ديال اتحاد طنجه مع المغرب التطواني، فهي كره كما كنقولوا غدار، وما عرفناش تقدر تجي صالح ديالنا تقدر تجي ضدنا، ولهادشي نقدر نقول لك على ان عندنا امل في اتحاد طنجه انها تغلب ان شاء الله، والفرق اللي ممكن انها تغلب به كنظن انها تخرج بشي 3-1، ولما لا تكون 3-0. بالنسبة للديربي الشامل اللي غيكون بين اتحاد طنجة ومغرب التطواني، انا كنتوقع فوز ديال اتحاد طنجة بحكم نتائج سلسلة النتائج الايجابية والتموقع ديالو في المراكز الاولى. الديربي هذاك عنده تأثير هو الجمهور، فاذا كان الجمهور غيكون الديربي عنده طابع خاص. كنتوقع فوز فريق اتحاد طنجة بنتيجة هدفين مقابل هدف. ونتمنى الله يكون